الله بسم الله، الله أكبر بسم الله. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال. حلقتنا النهاردة مميزة، حلقتنا النهاردة يوم 6 أكتوبر، يوم العزة، يوم الكرامة، يوم النصر. 6 أكتوبر من كل سنة بنحتفل بيه كأننا بنحتفل بيه لأول مرة، لأن هذا اليوم يمثل الكثير لشعب مصر. في اليوم ده استطاع رجال القوات المسلحة المصرية أن هم يعيدوا الكرامة مش بس لشعب مصر بل للأمة العربية كلها. استطاعوا أن يحولوا نكسة 67 بعد 6 سنوات فقط إلى انتصار في 73. لم يطول الوقت عشان القوات المسلحة تقدر ترجع للشعب ده كرامته. أنا عايز أقول لكم إن إحنا مهما قلنا ومهما عدنا ومهما زدنا ومهما قدمنا مش هنوفي الشهداء والأبطال، شهداء 73 وأبطال 73 حقهم مهما عملنا ومهما قلنا، لأن هم اشتغلوا في ظروف صعبة وضحوا بكل ما هو غالي ونفيس. أنا عايز أقول لكم إنه يعني النهاردة سيادة الرئيس قال اللي عاش الأيام دي مش زي اللي سمع عنها. فعلا تخيلوا كده الناس دي وهي عايشة، حتى الشعب المصري والقوات المسلحة عايشين فترة كانت صعبة، أنت خارج من هزيمة، وإزاي تقدر في 6 سنوات تبني قواتك المسلحة وتوصل بيها لأقصى درجات الاستعداد، بل وتحقق النصر وتعدي وتروح الناحية التانية. بس كان في تضحيات وشهداء كتير قدروا يضحوا بدمهم وبأغلى حاجة عندهم اللي هي حياتهم عشان الشعب ده لغاية دلوقتي يعيش بأمان. وبعديه استمرت القيادة المصرية في المفاوضات قدرنا بيها نرجع كل أرضنا، والمصري والقيادة المصرية لم تسمح أبدا بالتنازل عن شبر واحد، بل يعني زي ما بيقولوا حبة واحدة من رمل سيناء. خليني أقول لكم إن سيادة الرئيس النهاردة في كلمته ما انساش أبدا إنه يشكر الشعوب العربية الشقيقة اللي وقفت جنبنا، وقال إن مصر دائما أبدا ما بتنساش اللي وقف جنبها، وأخص طبعا بالشعوب العربية الشقيقة اللي وقفت جنبنا في 73 ومدتنا طبعا بكل الدعم المطلوب عشان نحقق نصر 73. الحقيقة النهاردة حلقة مميزة، حلقة بتخلي الواحد يعني بيحس بنشوة. كل سنة في اليوم ده الحقيقة الواحد بيحتفل بيها كأنه أول مرة. وعلى فكرة ما زال رجال القوات المسلحة البواسل حتى الآن بيقدموا التضحيات وبيبذلوا كل غالي ونفيس عشان ينعم هذا الوطن بالأمن والاستقرار الذي يستحقه، اللي هو ركيزة أي تنمية. ما زال حتى الآن رجال القوات المسلحة على العهد، رجال القوات المسلحة بالإيمان الحمد لله رب العالمين بيضعوا ركائز الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن. كل التحية وكل التقدير لشهدائنا، كل التحية وكل التقدير لأبطالنا اللي توفاهم الله واللي ما زالوا عايشين حتى الآن بين ظهورنا. 1,000,000 مبروك يا رب، دايما نحتفل بهذا اليوم، وكل سنة نكون مصر من أفضل لأفضل بإذن الله. نروح لحلقتنا. يمكن الانترو بتاعنا عن الباسكت، يعني النهاردة الحقيقة في انتصار جديد حققه النادي الأهلي في كرة السلة على نادي بيروت. النتيجة خلصت أو المباراة خلصت 84-82، يمكن مع صفات الحكم في نهاية المباراة بكرة استطاع أنه يخلصها تومسون في آخر ثانية، لاعبنا المحترف. الحقيقة المباراة شهدت سجال ما بين الفرقتين، تقدم بيروت اللبناني، وبعد كده النادي الأهلي يعوض ويطلع، وبعد كده بيروت يعوض ويطلع، وده لو دل فبيدل على قوة الفرقتين. النادي الأهلي النهاردة بشكله الجديد استطاع أنه يفوز. النادي الأهلي النهاردة بلعبته الشباب اللي تم الدفع بيهم مع الخبرة اللي تم دفع بيهم أيضا استطاع أنه يحسم المباراة النهاردة 84-82. حاسين أن الفرقة ليها شكل جديد، حاسين أن في روح جديدة. النهاردة الحقيقة المكسب كان مهم جدا، لأن أنت لما توصل قبل النهائي الموضوع بيختلف، والفرقة بتاخد ثقة أكتر لما تكسب ماتش زي ده بعد ماراثون زي ده. لا أكيد بيفرق. وعايز أقول لكم أن احنا إن شاء الله النهاردة في فرقتنا التانية وزي ما يكون كان قلبنا حاسس وطبعا عندنا ثقة بفرقتنا، فرقتنا التانية الحوارية هيكون معنا كابتن شريف علي. يمكن كابتن شريف علي بقاله كتير ما ظهرش على شاشة قناة النادي الأهلي، كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر السابق والمدير الإداري لفريق كرة السلة بنادي الأهلي، واللي حقيقة يعني هو مدير إداري نادي الأهلي نجح يحصد بعض البطولات الكبيرة منها بطولة أفريقيا اللي كانت على صالة النادي الأهلي في ديسمبر 2016. كابتن شريف علي كنا مجهزين كل المعلومات وكل البيانات عن الفرقة في الثلاث ماتشات اللي كانت في المجموعة، في 3 مباريات لعبها الفريق في المجموعة، جمعنا لكم كل الأرقام وكل اللاعبين وإحصائياتهم قبل المباراة، وكان عندنا ثقة إن الفرقة تكسب النهاردة. وهنعلق كمان وهنجيب إحصائيات ماتش النهاردة، ماتش النهاردة هنجيب لكم إحصائياته فنيا
ازاي قدرنا نتغلب على بيروت وايه مفاتيح اللعب كانت هناك. هنحلل لكم كانكم اللي ما شافش الماتش. من ارقامه النهارده باذن الله هيعرف فرقه الاهلي عملت ايه في المجموعه، وهيعرف كمان فرقه النادي الاهلي عملت ايه في مباراه النهارده. الميزه النهارده في المباراه ان احنا شفنا عناصر شابه واخده الثقه، والعناصر الكبيره حاسه بالاريحيه وهي بتلعب لما ملاقيه عناصر شباب بتقوم بدورها في الملعب. نفس الوقت المحترفين يعني تومسون وفكوادي الحقيقه ادوا اللي عليهم. محترفين استطاعوا في الوقت الحاسم ان هم يحطوا 4 بونت فرقوا معانا جدا. وهو ده دور الاجنبي، والنادي الاهلي بيدور على نوعيه الاجانب دي، ما كانش الاجانب هيجي يعمل الفرق فاللاعب المصري افضل. شفنا اداره فنيه على الخط جيده، انا مش عايز اتكلم بتفاصيل بس انا بوصف لكم المباراه النهارده يعني اوفرول كده المباراه كان شكلها ايه، بس هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده في الفقره الحواريه اللي هيكون معانا فيها كابتن شريف علي نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر في كره السله، اكيد عنده كلام كتير. وبالمناسبه احنا كنا بنتفرج على المباراه قبل الهوا، شفنا كل حاجه، اكيد هنتكلم مع حضراتكم، تابعونا اكيد في حاجات فنيه كتير هتسمعوها النهارده ان شاء الله تخص كره السله. بالمناسبه في مباراه الاتحاد والوكره شغاله دلوقتي، هنلاعب اللي كسبان منهم. الشوط الاول خلص للوكره 17-15، وعلى فكره اللي المدير الفني الوكره ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال وهو مصري، اذا النهارده اداره المباراه مصريه خالصه ما بين الاتحاد السكندري والوكره القطري. ولكن المباراه شغاله دلوقتي، احنا هنقول لحضراتكم نتيجتها اكيد واحنا على الهواء لو خلصت واحنا مع حضراتكم. ده كان بدايه اول خبر كان لازم نتكلم عنه. هنروح لكره اليد. كره اليد زي ما حضراتكم عارفين بنلعب دلوقتي الادوار الترتيبيه. الاهلي بيجهز نفسه عشان يلاعب الحوار بدوري محترف اليد، والفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن طارق محروس جاهل لمواجهه فريق الحوار في جوله 7 في دوري المحترفين. الفرقه لعبت 6 ماتشات فاتت، كسبنا 5 خسرنا مباراه من نادي الزمالك، كل دي ادوار ترتيبيه مهمه طبعا ان انت تطلع، ولكن انت في الاخر هياخد اول ست فرق. هنطلع نلعب دورتين رايح جاي، دورتين مجمعتين، يعني هتلعب حوالي 6 يبقى 10 ماتشات، وبعد كده هياخد اول 4 يلعبوا الدور النهائي بقى من جولتين تانيين، يعني 4 فرق يبقى 6 ماتشات تانيين. دوري طويل، الدوري منتظر انه يخلص في شهر 5 أو 6 اللي جاي، لسه كتير قوي، والفتره دي هتبقى كافيه ان اللعيبه تكتسب خبرات الحقيقه تفيدها، ينقص اللعيبه الخبرات، لعيب فريق شاب ينقصه الخبرات، بالتالي مع الماتشات دي اكيد هيكون في مزيد من الخبرات يكتسبه هذا الفريق. طيب خلينا نروح لكره السله سيدات. بطوله القاهره شغاله دلوقتي زي ما بطوله القاهره كانت للرجال شغاله، عندنا المباراه الجايه هليوبلس، طبعا الفريق بقياده كابتن علي هاشم بيلعب دلوقتي مع نادي هليوبلس في اخر ماتش من ماتشات المجموعه بطوله القاهره. الماتش بيتلعب على صاله الشهداء، الصاله الصغيره في مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاهلي كسب كل الماتشات اللي فاتت، كسب الشمس وبعدين كسب الطيران وصاله حلوان، انا اسف لا صاله الشهداء بحلوان، يمكن الاسم متشابه عشان كده اتلخبط، صاله الشهداء جامعه حلوان، احنا عندنا برضو صاله صغيره في نادي الاهلي اسمها صاله الشهداء. الفريق طبعا زي ما قلت لحضرتك كسب الماتشين، الشمس 74-37 والطيران 91-55. فريقنا السنه اللي فاتت حصلت على 3 بطولات من 4. بس عايز اقول لكم ان لوكاس النهارده اللي هي لاعبه المحترف اللاعبه المحترفه الانجوليه مع الفريق مش هتلعب النهارده، لان هي لسه واصله النهارده، صعب جدا تيجي من رحلتها وتلعب مباراه النهارده، هي مش هتلعب النهارده، هتلعب الماتشات اللي جايه. طبعا الماتش النهارده يعني تحصيل حاصل ان شاء الله، الفرقه متاهله للدور اللي بعد كده، بس الجهاز الفني فضل يريحها، وده وضع طبيعي، لسه جاي من السفر النهارده، اكيد ان شاء الله يوم او 2 وهتبتدي تخش مع الفريق. لوكا كانت يعني من اللاعبات المميزات جدا، وكانوا ادوا اداء كويس في بطوله افريقيا اللي فاتت، وادوا اداء كويس في الدوري المصري في السنتين اللي لعبتهم هنا، فان شاء الله مزيد بالتوفيق لهذا الفريق. هنروح لالعاب القوه. العاب القوه طبعا انتوا عارفين ان اغلب او اكتر لعيبه منتخب مصر يعني في النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي نجحوا في السيطره على المراكز الاولى في البطوله التنشيطيه الاولى لرمي المطرقه واللي اتلعبت من يومين على استاد القاهره الدولي، وده استعداد للمشاركه في بطوله الجمهوريه اللي جايه واللي هتكون في النص الثاني من شهر 11. فلو شفنا مرحله 16 سنه هنلاقي عبد الرحمن محمد عادل حقق المركز الاول، وجه زميلته ناهد عمرو صالح في المركز الاول على مستوى الناشئات. ولو شفنا مرحلة الشباب تحت 18 سنة هنلاقي إن عبد الرحمن ناصر شحاتة حقق المركز الأول، وده نفس الأمر اللي اتحقق مع لاعبة الأهلي ندى سليمان. أما آخر مرحلة تحت 20 فكسبها لاعبنا عمر حمدي، وحققت ندى طبعًا سليمان المركز الأول في مسابقة تحت 20 سنة كمان. وكابتن ياسر داوود طبعًا رئيس الجهاز أكد إن البطولة دي إعداد كويس زي ما قلت لحضراتكم في بطولة الجمهورية اتلعب في شهر 11. وخلينا أفكركم إن بطولة الجمهورية السنة اللي فاتت طبعًا النادي الأهلي خدها، والدرع العام كمان لألعاب القوى النادي الأهلي حصده
بكل اريحيه. النادي الاهلي طبعا بيرعى ابطال مصر في العاب القوه بشكل كبير، حتى الالعاب الابطال الاولمبيين اللي تاهلوا الاولمبياد اللي فاتت كلهم طالعين من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي الحقيقه بيقدم دور كبير في العاب القوه، وانتم عارفين طبعا الالعاب دي يعني بيصعب ان انت يجي لك منها زي ما بيقولوا حاجه اقتصاديه، ما يبقاش يعني النادي الاهلي هو السبونسر الاساسي لمجموعه اللاعبين دول. طيب خلينا نروح للسكواش. مصطفى عسل كان بيلعب بطوله امريكا المفتوحه، وكان قبلها بيلعب بطوله ثانيه في امريكا واتصاب في كتفه وعالج نفسه في نو تايم ورجع لعب في بطوله امريكا المفتوحه اللي بتتلعب دلوقتي في ولايه فيلادلفيا. والحقيقه مصطفى عسل كان قرعته صعبه جدا، ويبدو ان هذا اللاعب موعود مع القرعه الصعبه في كل بطولاته. لو اتكلمنا عن دور الثمانيه، لاعب بول كول احد اكبر المصنفين في العالم، واستطاع انه يتخطاه في مباراه جامده جدا. راح قبل النهائي لعب ديجو الياس وفاز عليه 3-2 في مباراه كانت صعبه جدا. عايز اقول لكم موقف في الشوط الخامس، في الشوط الخامس كانت النتيجه 10-8 لديجو، 10-8 فاضله نقطه لان الشوط بيبقى من 11، يعني لو كسب 11 خلاص، ويبقى ولو عوض مصطفى عسل جاب 10-10 بيلعبوا دوس او شوز على 2 لازم يكسب نقطتين متتاليين. نجح مصطفى عسل ان يفوز 12-10، يعني حقق 4 نقاط متتاليه وديجو لم يحقق اي نقطه. الحقيقه ده بيبقى ضغط عصبي رهيب 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 على اللاعب. الف مليون مبروك لمصطفى عسل، مصطفى بيقدم يعني مستويات كبيره. مصطفى البطوله دي لو جت هتبقى الاغلى بالنسبه له، هيلاعب مين في الفاينل؟ هيلاعب طارق مؤمن، والتاريخ بيقول ان مصطفى عسل يعني افضل، بس طبعا دي لعبه ما فيهاش تاريخ زي ما انتم شايفين، يعني شايفين 10-10. خلينا نشوف الكره دي 10-10 نتيجه كده 11-10، يعني بعد ما جاب التعادل دي اللعبه الكره الاخيره 11-10 لو جابها مصطفى عسل ايه يفوز باللقاء. بصوا التركيز، مش عايز يغلط، بيطول الرالي، مش مستعجل يحط. طبعا زي ما انتم شايفين جابها في الصفيحه تحت الخط. مصطفى عسل كسب. الحقيقه مصطفى ما كانش مصدق نفسه لانه طبعا طالع من اصابه والوقت ضيق، كان اسبوع و10 ايام بين البطولتين. طبعا كل الجماهير سقفت له على عزيمته على ارادته، وطبعا زي ما انتم عارفين بيسجد سجدته الشهيره بعد كل مباراه. مصطفى عسل ابن النادي الاهلي واحد ابطاله، نتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله اكيد هنحاول انه بعد ما يرجع بالسلامه من امريكا يكون معانا، لان الحقيقه برنامج الابطال بشهادته كان وشه حلو عليه في كثير من البطولات. هنروح للاخبار المحليه كده، اخبارنا جوه النادي الاهلي وابطالنا انتهت. هنروح للمحلي والكاراتيه. طبعا الكاراتيه بنتائجه بميدالياته بيفرض نفسه طبعا في صداره الاخبار المحليه. لعبتنا لعبه منتخب الكاراتيه حققوا 6 ميداليات في بطوله البريميوم ليج الدوليه واللي اتلعبت في من ايام في روسيا. مصر حققت 2 ذهب وزيهم فضه وزيهم برونز. الذهب كان من نصيب علي الصاوي في منافسات تحت 67 كيلو، ومن نصيب زميله يوسف بدوي في وزن 84 كيلو جرام. لو رحنا للفضيه فنلاقي ان البطل الاولمبي فيليال اشرف حققت الفضيه بالرغم من اصابتها اصابه كبيره في وشها، وكانت تستحق الذهب في وزن تحت 68 كيلو جرام. وحقق عبد الله ممدوح فضيه وزن تحت 75 كيلو جرام. اما الميداليات البرونزيه فكانت من نصيب منى شعبان في وزن فوق 68 كيلو جرام، وسهيله ابو اسماعيل في نفس الوزن. وبالمناسبه جيانا ما شاركتش، جيانا موجوده في مصر ما شاركتش في البريمير ليج اللي في روسيا، وبالمناسبه كان في جوله للبريمير ليج في مصر قبليها بحوالي اسبوعين، وبرضو ادوا اداء كويس جدا فيها. كل التوفيق لابطالنا ابطال كاراتيه في مصر. هنروح لمنتخب الريشه. المنتخب الريشه او منتخبات الريشه، الاتحاد الريشه من الاتحادات اللي باذله مجهود، فلازم اخباره تكون معانا. منتخب سيدات الريشه الطائره يسافر الى الدنمارك للمشاركه في بطوله العالم. منتخبنا الوطني الاول لسيدات الريشه الطائره سافر النهارده الفجر عشان يشارك في بطوله العالم واللي هتتلعب في الدنمارك في الفتره من 9 ل 17 اكتوبر اللي احنا فيه. المنتخب هيلعب في المجموعه الثالثه مع منتخب كوريا الجنوبيه، تايوان، تاهيتي. المنتخب هيشارك في البطوله بخمس لاعبات وهم جانا اشرف، رحمه العدوي، هنا طارق، ضحى هاني، نور يسري. والاثنين اللي قلت اسمائهم في الاخر دول هيسافروا من فنلندا على الدنمارك لانهم كانوا لسه مشاركين مع المنتخب في بطوله العالم للفرق. المنتخب بيدربه كابتن عبد الرحمن كشكل، ومسافر معاه كابتن مروه علي عضو مجلس اداره الاتحاد الريشه للبعثه. طبعا هنطلع لفاصل وهنستقبل ضيفنا كابتن شريف علي عشان نتكلم عن امور كتيره جدا. هنتكلم عن مشوار الفريق في البطوله العربيه، ازاي قدر يحقق الفوز في 4 ماتشات. هنكلمكم عن الاحصائيات بالارقام، احنا الارقام كلها معانا هنستعرضها معاكم، هتقدروا تشوفوا بعينيكم وتشوفوا معانا كمان الارقام زي ما بيقولوا ارقام لا تكذب. خلينا نطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن شريف علي نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي،
وزي ما بيقولوا يعني نجم الزمن الجميل. اهلا بك يا كابتن شريف. اهلا بك كابتن هيثم، وبشكرك على الاستضافه الجميله، قناه الاهلي قناه النادي بتاعنا اللي بنحبه وبنقدره، وبشكر كل جماهيرنا وحبايبنا في القناه. منور طبعا، ويمكن اللقاء تاخر شويه، بس انت طبعا كابتن النادي وتشرف القناه في اي وقت. حبيبي ده شرف ليا، ومبسوط جدا جدا انا معاك. طبعا انت يعني خلي بالك انت عشره قديمه طبعاً. من ايام المنتخبات، وكنا طبعاً. على طول الحمد لله يعني قضينا مع بعض اوقات جميله وبطولات كانت مهمه جدا جدا، والحمد لله يعني عملنا بيها ليها اسم لينا وللمنتخب، وكانت ايام على فكره ما تتنسيش. يعني انت طبعاً. كنت ساعتها نادي الزمالك وانا في نادي الاهلي، وكنا متجانسين جدا جدا وبنحب البعض الخير، وكنا على طول بنقعد مع بعض في الاوضه لو تفتكر. يعني كان دايما في يعني في علاقه يعني مميزه بيني وبينك يا شريف، حتى كان في الـ في الـ في الـ حتى في الـ في المنتخبات كنا نفس المركز ونقعد مع بعض في نفس الاوضه، فدي كانت بتبقى صعبه شويه. والله انت جميل يا هيثم، انت طول عمرك بجد يعني انت من بيت جميل قوي، واخلاقك والحمد لله ده كان باين عليك قوي، ولعيب حماسي ولعيب بتحبش تخسر، وانا كنت عامل زيك كده، احنا من اللعيبه اللي ما بتحبش تخسر، والحمد لله دي كانت ايام جميله. حبيبي يا كابتن شريف انت رجعتني ليها في الاستوديو دلوقتي، حرام عليك، خليتني اتشدينا يعني كلنا اتشدينا يعني، ربنا يبارك لك. حتى انت خليت كابتن اسلام وكابتن ايمن الناس جت تتفرج على الباسكت. طبعا انت جميل يا كابتن، منورنا. وخلينا احنا عملنا تقرير تمام. عشان طبعا الناس يعني اللي ما حضرتش كابتن شريف علي وهو بيلعب تعرف مين كابتن شريف علي. نشوف التقرير ده اعزائي المشاهدين وارجع لحضراتكم تاني. هو واحد من أساطير كرة السلة الأهلوية والمصرية، لقب بالعديد من الألقاب منها أبو تريكة كرة السلة والبرنس، وكان أحد أعمدة الفريق الذي نجح في كتابة تاريخ البطولات داخل القلعة الحمراء. هو شريف علي، المولود في 5 أبريل عام 1973. بدأ حياته مع معشوقته كرة السلة في مركز شباب العباسية، وقدم مستوى مميز واستطاع قيادة فريقه للفوز على الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك والجزيرة، وهو ما دفع مسؤولي القلعة الحمراء للتعاقد معه في ظل وجود عدد كبير من العروض المقدمة له من باقي الأندية، ولكن كانت رغبته الأولى الانتقال لصفوف الشياطين الحمر. وعقب انتقاله للنادي الأهلي تم تصعيده للفريق الأول بالرغم من صغر سنه، حيث كان يبلغ 17 عاما، لكنه اكتسب العديد من الخبرات في جيل كبير رفقة هاني عبد المنعم، أحمد إسماعيل، سيد صابر، عبد الهادي الجزار، قبل أن يكتب التاريخ مع الجيل المميز الذي فتح الباب أمام حصد البطولات المحلية والقارية، وهو الجيل الذي ضم أسماء رنانة، ويأتي على رأسهم طارق خيري، علاء زهران، إسلام علي، ياسر أبو الفتوح، خالد مصطفى، وطارق الغنام، وعدد كبير من الأسماء الرائعة التي هيمنت مع النسر الأهلاوي على البطولات. استمر علي مع الفريق الأول لفترة طويلة تخطت 18 عاما، كانت آخر 6 سنوات منهم كقائد للفريق قبل أن يقرر الاعتزال في موسم 2010-2011 ليتجه إلى العمل الإداري داخل الفريق في منصب المدير الإداري لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، واستطاع مع زميله السابق والمدير الفني حينها طارق خيري الفوز ب7 بطولات في 3 مواسم، وهو رقم مميز. ثم جاءت رياح التغيير لتدفع به في لجنة انتقاء المواهب حالية، وهو المنصب الذي يعتز به شريف علي، حيث يشعر أنه يقدم خدمة مميزة لناديه وللمنتخبات الوطنية في اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن شريف. تاريخ كبير، يعني انت يمكن من الجيل او من اللعيبه القليلين اللي حققوا مكسب وهو لاعب، ولما اتنقلت للجهاز الاداري برضه حققت بطولات. كلمني عن بدايتك، لان ناس كتير ما تعرفش بدايتك. انت يمكن اتنقلت النادي الاهلي
جلبنا على بدايتك طبعا. احنا يعني انا ابتديت باسكت كبير مش صغير يعني بدايتي كانت في مركز شباب العباسيه باختصار كده عشان ما نطولش. لا بالعكس انا عايز اسمع. ابتديت في مركز شباب العباسيه، انا كنت في المدرسه وعارف انت الكشافه اللي بيخش وموقفه فوقفنا انت تعالى لنا المركز حاضر رحت ما اعرفش ولا حتى خلي بالك يعني برضو عيلتي ما فيهاش حته الرياضه دي لا المذاكره واهتم بيها فموضوع الرياضه ما كانش فيه ما كانش فيه اهتمام يعني. فروحت مركز الشباب العباسيه وفعلا تم اختياري، كان ساعتها موجود رحمه الله عليه كابتن حسن كحله يعني مطلع اجيال ومدرب ليه اسمه وتاريخ يعني. انا عايز اقول لك ان احنا في السنه دي اتجمعنا كده من المدارس وعملنا فريق، واول ما اشتركنا احنا طلعنا من الادوار الاولانيه في بطوله المنطقه، ثاني سنه احنا خدنا بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه ثاني سنه على طول. كان معاك عماد الطناني كان معانا الهامي على الهامي وعماد الطناني واحمد عادل وتامر ومحمد عيسى، كانت مجموعه على فكره يعني ما شاء الله. حصل طفره كبيره قوي قوي في وقت صغير قوي، ابتدينا ننافس الفرق الكبيره وناخد منهم بطولات زي القاهره والجمهوريه. كابتن عادل شرف الله يرحمه شافكم. كابتن عادل شرف كان عينه علينا من بدري. ابتدينا بقى في سن 17 سنه الزمالك بيكلمنا، الجزيره بيكلمنا، الاهلي طبعا انا راجل اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه، فما صدقت ان كابتن عادل شرف يعني جه كلمني. طبعا كان على طول مفيش تفكير يعني، رحت رايح النادي الاهلي واشتراني من مركز شباب العباسيه وكملت رحت على 17 سنه هناك والحمد لله رحت صعدني للفريق الدرجه الاولى. لعبت على طول صح؟ لعبت معاهم على طول في الدرجه الاولى وابتديت بقى هنا بقى المسير الحمد لله. انا 18 سنه درجه اولى يعني من اللعيبه اللي ممكن يبقى الارقام دي قليله شويه. صح، كان زمان اللي بيبطل 30 سنه 29 انا بطلت 38 سنه. بطلوني بدري يا والله. طب عايز اقول لك انت بطلت وكنت في حاله تقدر تلعب يعني بصراحه يعني. والله احنا بص احنا عشان احنا ملتزمين يعني. انا اصل انت يعني شبهي قوي في الموضوع ده، بننام بدري ملتزمين بنحب موضوع الرياضه الكلام ده، ده اللي خلى عمرنا طويل شويه في الملاعب يعني. صحيح يعني صحيح. انا وانت كنا بننام بدري اكتر ناس في المنتخبات والكلام ده، كنا الساعه 9 بتلاقينا زي الفرق بعد التمرين بنخش على السرير بننام يعني مهتمين بالموضوع. وكان عندنا هدف ان احنا نبقى كويسين وما بنحبش دايما كده عارف انت ايه، ما بحبش حد يقعدني على على البنج يعني. صحيح. طب كابتن ولما اتنقلت كمدير اداري للفريق يمكن كنت طبعا اشتغلت مع رفيقي الدرب كابتن طارق خيري طبعا نجم نجوم النادي الاهلي وكابتن اسلام علي نجم نجوم وجيل واحد لعبتوا كلكم مع بعض يمكن اكبركم شويه كابتن طارق خيري 69 بالظبط مش اكبر منك كتير باربع سنين يعني. التوليفه دي كانت ازاي وكلمني عن البطولات اللي انت خدتوها في الفتره دي. والله احنا الحمد لله طبعا الجيل بتاعنا اللي هو انا وطارق وعلاء زهران وعمرو الصابر وياسر ابو الفتوح جيل حقق بطولات يعني. صحيح. انا كنت طالع درجه اولى في الوقت ده كنا واخدين دوري واحد واثنين كاس. الحمد لله احنا عملنا مثلا بتاع 11 كاس وعملنا 4 دوري عام وثلاثة مرتبط 3 افريقيا. ده الجيل بتاعنا اللي لعب يعني الحمد لله. بعد ما خلصت يعني طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي في ثقته فيا ان خلاني مدير جهاز اداري في النادي الاهلي، وطبعا اشتغلت مع كابتن اشرف توفيق واشتغلت مع كابتن سيد مصطفى. جه بقى كابتن طارق خيري مدير فني، فطبعا عمل التوليفه اللي انت بتقول عليها دي. يعني عارف انت بقى ايه اللي هم الصوره هي ايوه بالظبط دي كانت بطوله افريقيا ودي البطوله الاغلى دي اغلى يعني اغلى بطوله فعلا دخلت النادي الاهلي هي بطوله ابطال الدوري وهي ما دخلتش النادي قبل كده. بطوله مهمه جدا جدا وحضرتك طبعا انت شفتها وشفت الجماهير والحضور الجماهيري بالظبط ديسمبر 2016 كانت حاجه جميله جميله وبطوله مهمه وكانت يعني عامله شو اعلامي للباسكت حاجه جميله ملعبنا كمان. الحمد لله طارق جمعنا انا وطارق هو انا كنت موجود هو جه وجاب اسلام والتوليفه بقى عارف انت لما بتكون مثلا ايه صحاب وحبايب والدماغ واحده وما بتكسفش ان انا اتكلم في حاجه فنيه مع طارق. اسلام نفس الكلام لا احنا عايزين نعمل كذا عايزين نعمل كذا. الصوره دي كانت في بيروت يا كابتن صح؟ انا وانت وكان جنبنا كريم شمسيه كان في بيروت. دي في بطوله لو تفتكر يا كابتن هيثم كانت بطوله عربيه اللي لعبنا لا مش كانت بطوله عربيه دي كانت بطوله وديه صيدا دي كانت بطوله صيدا بس اتلعبت في بيروت مش بالظبط كده. ودي من الصور طبعا المحببه ليا يعني انا وانت لا فكرتني بايام انا اول مره اشوف. بس يا كابتن يعني بطوله افريقيا دي تظل هي الاغلى على قلبك حتى وانت لاعب يمكن يعني انت خدتها ابطال كؤوس وانت لاعب ابطال كؤوس لكن الدوري دي اول مره تخش النادي الاهلي والحمد لله احنا في الوقت ده مع طارق خيري يعني ما شاء الله في 3 سنين طارق خيري موجود مدير فني ايوه جميل يعني من اليمين قول كده ابراهيم كبتن. ابو خضره هيثم السعيد شريف كريم شمسيه ابراهيم الجمال طبعا هم شوف اشكالهم صغيره شويه كانوا بيبي فيس يعني دلوقتي بقى كبرنا شويه كبرنا بقى كده من الصور الجميله جدا جدا وهيثم يعني الشرف لينا ان انت بتبقى يعني موجود معانا انضمامك للاهلي فرق معانا جدا جدا وعملت طفره معانا
كان احسن قرار خدته في حياتك وبمستواك الفني حاجه كانت تشرفنا يعني. ربنا يخليك يا كابتن شريف، وانا لعبت جنبك يعني سنتين ثلاثه حتى بعد انتقالي كانوا من افضل السنوات اللي لعبتها، وكنت انت اكبر الداعمين ليا بالرغم ان احنا في مركز واحد، بس الحقيقه عمري ما هنسى ان انت كنت من اكبر الداعمين ومن اكتر الناس اللي وقفت جنبي في انتقالي للنادي الاهلي. طب يا كابتن خلينا نتكلم بقى عن طموحاتك. يعني انت ما شاء الله عندك اولادك بيلعبوا كره سله ما شاء الله يعني، وكويسين جدا. الصوره الثانيه اهي حضرتك دي بطوله افريقيا، بطوله افريقيا والاحتفال والجماهير كانت عامله شكل طبعا جامد. معلش انا بحب دايما اقف عندها، واسلام علي على الشمال. انت كنت بصيف هنا يا كابتن للجماهير يعني كانت طبعا الجماهير عماله بتنده لنا، فروحنا بس اسلام بس فوق عالي قوي، مش عارف اسلام بس هو اسلام هنا بيدعي تقريبا يعني يعني مش بيشجع مش بيدعي مش هنا بيدعي لا من الصور ومن البطولات الجميله اللي يعني اسعدت جماهير نادي الاهلي. وانتوا ساعتها خلصتوا البطوله وجيتوا لي بالكاس على الاستوديو، ولا فاكر على الاستوديو احتفلنا بيه معاك فعلا. انا فاكر كانت جميله، انا عمري ما هنساها. ودي كانت على بطوله، البطوله دي شهدت مولدي كاعلامي، وانا كنت سعيد قوي ان انا غطيتها اول بطوله غطيها نكسبها، فليها برده ذكرى على وانا فاكر انت حضرتك جبت لنا تورته وخدناها معانا واحنا ماشيين كده. كابتن فاكر يا كابتن انا عايز بقى التورته دي مننا عشان ربنا يديك الصحه يا كابتن. طيب خلينا نتكلم عن طموحاتك. يعني انت طبعا اولادك بيلعبوا ما شاء الله عادل وكريم، تمام، اكيد امتداد ليك وان شاء الله يبقوا احسن لعيبه في مصر. انت طموحاتك على مستوى اولادك ومستوى المهني كمان عايز تحقق ايه؟ والله انا يعني الحمد لله انا عندي عادل وصل لغايه 20 سنه وهو قرر ان هو يبطل وبيركز شويه في موضوع التعليم بتاعه. عندي كريم فرقه 14 سنه طبعا، يعني هو مع نجم كلنا هننتظره. مين؟ هيثم عبد الله السعيد. عبد الله هيثم السعيد، لا ده هو عبد الله هيثم السعيد يعني ما شاء الله، يعني ابنك من الناس المميزه جدا جدا ومن الناس اللي احنا كلجنه مواهب طبعا حاطين عينينا عليه ومهتمين بيه، لان هو فعلا لعيب ليه مستقبل حلو قوي. هو ربنا يبارك لك فيه ما شاء الله ما شاء الله، حاجه جميله يعني. واخد وهيطلع احسن من بابا على فكره، هو هيطلع احسن منك عشان بس تبقى عارف النادي الاهلي هو ده اللي احنا عايزينه. هو لعيب كبير واحنا كلجنه مواهب مهتمين بيه جدا ومهتمين بالجيل ده يعني. جيل 2008 في النادي الاهلي في لعيبه كويسه قوي، عامل زي الجيل اللي طلع منه عمرو علاء زهران وحسام بودي. الجيل ده كان 2001 واحنا اهتمينا جدا جدا بيه، وطلع منه 3 4 لعيبه درجه اولى. هو ده الهدف صحيح. الهدف ان انت تشتغل مع الناشئين، لو طلع لي 2 او 3 لعيبه للدرجه الاولى ده انا كده كسبان. صحيح. وخلي بالك برده انتوا في لجنه التقييم، يعني انتوا في لجنه انتقال المواهب، ودي لجنه دورها كبير جدا، ودي اول فكره من افكار النادي الاهلي، يعني اول نادي يبتكر هذه الفكره. وانتوا الحقيقه قاعدين في الملعب طول الوقت وقاعدين بتبصوا على اللعيبه، وده لا بيطلع ده ما يطلعش، حتى في الاختبارات منتهى الحياديه ومنتهى الامانه في الاختبارات الولايات. فطبعا اكيد اضافه في المكان ده كده. والله الفكره دي طبعا كانت فكره كابتن محمود الخطيب، طبعا بنشكره ان هو يعني عمل اللجنه دي. انا عايز اقول لك اللجنه دي انا بفتخر ان انا موجود في وسطها، فيها قامات يا كابتن هيثم، فيها كابتن محمد سليمان السلاوي، فيها كابتن طاهر رجب ده من الباسكت، في الفولي فيها كابتن محمود فرج، كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن نور عطيه، الهاندبول كابتن الدكتور فوزي فضالي، واللواء ابراهيم السيد. انا مش عايز اقول لك قامات افكار انا فعلا بقعد استفيد، يعني انا يمكن انا العنصر الشباب اللي موجود فيهم، بس حاجه جميله انا باخد بقى افكار، وكلنا كل واحد عنده فكره بيقولها، سواء بقى بندعم فيها الناشئين او المواهب، او ان احنا بنشوف مواهب بره وبتبتدي نجيبها للنادي، وده اساس شغلنا، بحيث ان انا اشتغل مع الولد ده من وان هو صغير، ما جابوش وهو كبير. استثمار بالظبط. ودي كانت فكره كابتن محمود. صحيح. وكابتن رؤوف عبد القادر هو رئيس اللجنه. صحيح. طب وده حصل فعلا، وخلي بالك انت دلوقتي شايفين في الفريق الاول كره السله كله تدعيمات، يعني عمرو زهران ما طلعش فجاه. عندك عبد الله ناصر ما طلعش فجاه بالزبط. ومفيش صفقه بتحصل الا ما بتمر عليكم، فكل بالزبط. الصفقات اللي جت من بره انتوا يا بتوافقوا يا ما بتوافقوش. دي حقيقه فعلا كابتن رؤوف عبد القادر بيجيب لنا الجواب، وبنبتدي نقيم اللعيب سواء اجنبي سواء لعيب من بره، وبنكتب تقرير بنقدمه لكابتن رؤوف، وعلى اساسه طبعا بيكمل التقييم وبيقدمه لمجلس الاداره. هايل. طب كابتن خلينا نروح بقى، يعني انا لو قعدت اتكلم في تاريخ يا كابتن انا عايز حلقتين ثلاثه معاك بقى. انا تاريخ كبير واخلاق وادب وذوق وكل حاجه كابتن شريف علي حبيبي، يعني نقول حدث ولا حرج، وفعلا نموذج للاخلاق قبل الفن كمان، يعني فعلا اخلاق عاليه جدا. كره السله، فريق كره السله الان، اكيد انت راجل محب للنادي الاهلي، سواء كنت في الجهاز بره الجهاز، فطبعا انت بتحب طبعا النادي الاهلي يبقى في احسن صوره طبعا. يمكن من بعد الفتره اللي انتوا كنتوا فيها يمكن حصل دروب شويه، وبعد كده الفرقه بدات السنه دي يعني يبان لها شكل طبعا، والجهاز الفني كابتن اشرف توفيق بذل عليه وادل عليه طبعا وليه كل التقدير طبعا. طبعا شايف الفرقه السنه دي شكلها ايه؟ والله بص طبعا هو الفرقه السنه دي شكلها مختلف شويه. اوجستي لما جه عامل حاجه جميله جدا، وانا
كنت نفسي كابتن اشرف في او هو مش عارف يعني هي التوليفه اللي جت في وجود كابتن اشرف لعيبه كبيره كلها فان انت تدخل في وسطهم ولاد صغيرين ممكن دي تبقى كانت المشكله لكن حاليا وجست عامل حاجه كويسه قوي مدخل 3 4 لعيبه في فرقه الدرجه الاولى وبعدين بيديهم ثقه انا لو حضرتك تشوف الماتش اللي كان بيتلعب النهارده على بيروت عمرو علاء زهران الولد بيغلط مره واثنين وثلاثه وسايبه في الملعب دي على فكره تدي ثقه للعيب تعرف ان المدرب ده خد ثقة ومش بقى ان انا مع اول فرصة حقيقية فرصة حقيقية في ماتش مهم وفي بطولة مهمة يعني دي حاجة تحسب له ان هو طبعا مدعم بعمرو وبعبد الله ناصر اتنين من الناشئين وكان اعتقد انه يعني طبعا هو الرأي الفني والاخير ليه بس انا كنت نفسي كان يشرك معهم مؤمن طارق خليل مؤمن هايل اللعيب واخد القاب هداف افريقيا واحسن لاعب في افريقيا هداف 3 بوند لعيب بيشتغل على نفسه كويس قوي برضه من الناشئين اللي كنت نفسي اشوفهم في البطوله دي ومحمود وليد كمان هايل محمود وليد لا هو مجموعة كبيرة وهو بيشركهم معاه في التدريبات واعتقد ان الولاد دي هتفرق قوي قوي المرحله اللي جايه ان شاء الله صحيح خلينا نطلع فاصل يا كابتن عشان عايز نتكلم بقى ارقام يعني نخش بقى ايه في الارقام والتفاصيل اللي جمهور النادي الاهلي متشوق يسمعها منك بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع بس خليكم معانا بعد الفاصل هنتكلم على ارقام واحصاءات محدش ان شاء الله هيبسطها ويقولها لحضراتكم زينا انتظرونا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما عودناكم في برنامج الابطال احنا بنتكلم على الفنيات احنا دايما بنحب نتكلم بالفنيات اللي مش هتلاقوها يمكن في مع حد تاني لانه او في برنامج اخر لانه احنا بنركز على الفنيات اكتر وفي اي مكان طيب كابتن شريف هنتكلم عن اهم الاحصائيات للاعبي النادي الاهلي بس هنتكلم يا جماعه عن الثلاث ماتشات الاولانيين طبعا ما قدرناش نضيف الماتش الرابع النهارده عشان خلصان من دقايق لان مش هنقدر نضيفه في الاحصائيات ولكن هنجيب لكم الثلاث ماتشات اتلعبوا في المجموعه اهم الاحصائيات وتقدروا من خلاله تشوفوا النهارده مين اللي كان مساعدنا اكتر اتفضل يا كابتن شريف هو احنا طبعا في الادوار الأولانية الأهلي لعب 3 ماتشات وكان الماتش النهاردة الرابع بتاع بيروت الماتش الأولاني كان الأهلي والفتح السعودي والأهلي كسب 82-77 ده آخر ماتش آخر ماتش ده آخر ماتش يعني أنا مش جايبه بالترتيب والماتش اللي بعديه الأهلي وشعب حضرموت اليمني والأهلي كسب فيه بسكور كبير قوي 124-69 واللي بعديه الأهلي وداد بوفريكت 68-49 المميز في الثلاث ماتشات دول لما عملنا كده احصائيه كده لقينا ان المميز في الثلاث ماتشات دول كان ايهاب امين عمرو الجندي عمرو علاء زهران عمر طارق مايكل تومسون الخمس لعيبه دول احنا لما عملنا سكاوتنج ليهم اعلى سكور اقل وقت في واخدينه ده من يعني باختصار جدا في السكاوتنج بتاع اللعيبه في اشتراكهم في المباريات تمام يعني مثلا كابتن احنا هداف الفريق في الثلاث ماتشات كان مين لا في الثلاث ماتشات ده كان ايهاب امين يعني ايهاب امين حاطط 40 بونت نيجي مثلا لاحسن مساعدات اسيست تومسون ده بكام يا كابتن على فكره هو في الثلاث ماتشات اللي قبليهم برضه يا كابتن هيثم هو واخد اعلى اسيست على اسيست يعني حتى لما تيجي تشوف بالماتش الرابع النهارده هو احسن مساعد اسيست جاب كام واحده في ثلاث ماتشات يا كابتن كام واحده 17 وخلي بالك برضو ده النهارده اللي كسبنا الماتش هو حط القضيه النهارده يعني هو اللي حط هو طول الجيم كويس طول الجيم ما شاء الله حتى في الكوارتر الرابع حط له 3-3 بوينت وفرقوا جدا جدا ان احنا نطلع 4 بونت وده اللي كان مصعب المواضيع شويه كمان على بيروت. الفريق بيروت طب يا كابتن نخش الاحصائيه اللي بعد كده كان نيجي مثلا اعلى ريباوند الريباوند اللي هو الاستحواذ على الكوره ده هو بينط ياخد الكوره من فوق ده فكوادي ده كان اعلى ريباوند لما عملنا احصائيات الثلاث ماتشات هو اعلى ريباوند كم ريباوند كام ريباوند 17 برضه يا كابتن هيثم تمام انا اسف 24 ريباوند تمام معلش انا عندي الارقام اللي اتلخبطت مع بعض 24 ريباوند تمام فده رقم كبير قوي بالظبط يعني هو ما شاء الله على فكره ودي يعني احنا كان حصل لنا دروب في الماتش النهارده بسبب الريباوند لو حضرتك خدت بالك في اربع هجمات بيروت يشوط ويلم الكوره ويتاخد سكند شوت فده بيفرق جدا جدا فكان مساعدنا ان هو يلم ريباوند كتير صحيح فكوادي تمام طيب عندنا بقى الستيل الكور المقطوعه من احسن الناس فكوادي يعني قطع 6 كور في الثلاث ماتشات ومعدل كورتين في الماتش بالظبط بعديه لي عمرو زهران عمرو زهران برده قطع 5 الكور في الثلاث ماتشات ده اعلى اسيست في السكاوتنج في للفرقه كله تمام طب يا كابتن عندك ملاحظات بقى يعني احنا جبنا اهم الاحصاءات
الثلاثيات طبعا ايهاب امين، يعني بتهيألي افضل ثلاثيات كان ايهاب امين برصيد 9 تلاتات بالظبط، يمكن انسينا نقول ده. يعني 9 تلاتات في 3 ماتشات في المعدل، والنهارده ايهاب امين نجح يحط برده تلاتات. بس يا كابتن مش ملاحظ ان ايهاب امين يمكن في التلاتات بونت السنه دي احسن؟ هو مركز السنه دي. يمكن كان عليه كومنتات السنه اللي فاتت في الدوري المصري بسبب تسرعه شويه. اعتقد ان هو الموضوع السنه دي حتى باين هو خبراته بتزيد في البطوله العربيه الدنيا هيدا، مع اني برده في كومنت كده دايما انا عايزه بس يعقل شويه كده في اخر دقيقتين، يمكن في تيرن اوفر كان مهم جدا اللي عامله في اخر الجيم ده، وفي شوطه برده نفس الكلام. الحاجات دي بتفرق قوي قوي، ومحتاجينها مع ايهاب بخبراته اللي بتزيد كده. هو لعيب ما شاء الله، لعيب هداف ولعيب روحه عاليه قوي قوي، ولعيب بيلم الفرقه، ودي حاجات احنا محتاجينها تبقى موجوده. بس انت عايز في اخر دقيقتين يكون في تركيز، اكتر من كده، وبقى تقيل على كورتي كده، دي بتيجي مع الوقت، بتيجي مع الوقت. يعني انت مش قلقان من الحته دي؟ طيب خلينا يا كابتن برضو نقول ان ايهاب امين في الثلاثات بونت، يعني هو في ثلاث ماتشات حاطط 9 معدل 3، والنهارده كمان انا يمكن تقريبا في الكوارتر الاول او الثاني حط 3 رميات برضو، 3 رميات ثلاثيه. فالقصد اقول لك انه كمان اشتغل في التصويبات الثلاثيه على نفسه السنه دي، فالنهارده السنه دي احسن كمان. هو طبعا ايهاب امين اصلا مميز ان هو دشر، يعني اللعيب بيعرف يوصل للمربع وبيعرف يوصل للحلقه. السنه دي شايف ان هو برده مركز ان هو يبقى عنده نسبه في 3 بوينت، ودي واضحه جدا جدا في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وماتش النهارده برده ما شاء الله كان ربنا موفقه وكانت حاجه جميله جدا يعني، وماتش كان جميل بصراحه انا استمتعت بيه قوي قوي. انت كنت شويت يا كابتن وكان مسميك نبله، هم مسميك النبله، انت فاكر مين اللي كان مسمين النبله ده؟ لا مش فاكر. ده ماريو بلازوني المدرب الايطالي، مدرب ايطالي مسميك نبله، منتخب مصر كان ومش عارف هو كان معجب، فكان مسمين النبله نبله يعني. عشان يعني دقه التصوير بالظبط. طيب خلينا نروح للمباريات الثلاثه، يعني مباريات الثلاثه اللي لعبناهم، هل عندك ارقام مثلا تقدر تقولها لنا؟ يعني امسك مباراه كده، مين اللي كان مميز، مين اللي لعب، مين اللي ما لعبش، يعني قول لنا كده الدنيا ايه في ثلاث ماتشات. بص انا يعني انا مجمع كده حاجات بسيطه عن الثلاث ماتشات، ملخصها يعني بتجميع الثلاث ماتشات. انا شايف ان ايهاب امين كان مميز فيهم جدا، يليه عمرو الجندي تمام. الاسكورات انا مش مجمعها، لكن احنا لو عرفنا ملاحظات احنا فنية. جبنا ملاحظات فنيه. انا بص انا مبسوط جدا جدا من الملاحظات الفنيه، وجود عمرو زهران وجرأته انه موجود في الملعب. اولا لعيب جريء ما بيخافش، بيوصل للمربع، لعيب بيخش في كل كوره، هو عامل زي بابا علاء زهران كان كده يعني كان لعيب فايتر، ولعيب بيخش في كل كوره وكان مميز بده. وعمرو ما شاء الله طالع شبهه شويه في الحته بس دي، بس احسن شويه. عمرو يعني عاقل شويه كمان، مدافع رجل على فكره زي بابا برضه بالظبط. علاء كان كده، علاء كان بيلعب ديفنس رخم جدا، وكان اللي بيمسكه بيزهق منه يعني. صحيح. وعلى فكره انا خدت رقم 8 من وراه في منتخب مصر من علاء زهران. بالظبط. يعني هو كان لابس 8 وبعد كده هو بطل صغير عشان دخل السلك القضائي وبتاع، وبعد كده انا خدت منه رقم 8 في المنتخب. تمام. فهو كان لعيب مميز انا فاكر كابتن علاء. طيب يعني انت مين تاني ليه يا كابتن؟ عمر طارق ما شاء الله برده من الاعلى ريباوندات اللي جايبها في الثلاث ماتشات، هو وفكوادي دول الاثنين دول اعلى ريباوند موجوده في الفرقه. اتمنى بقى يخش معاهم بقى سيف، يعني سيف انا شايف ان هو محتاج يركز شويه في القصه دي. لعيب كويس ولعيب بيقدر ياثر في نتيجه الفرقه في اي وقت، بس محتاج شويه بقى ايه حته التركيز في الريباوند. صحيح. يعمل شويه كده حاله تحت الحلقه، عايزه بقى يرعب الناس شويه، يبقى اقوى شويه، اقوى من كده شويه بالظبط. خليني اقول لك كابتن، يعني مثلا ماتش اللي هو شعب حضرموت، يعني هشارك حضرتك برده معايا في يا ريت يا جماعه تعرضوها لنا. يمكن كل اللعيبه لعبت وقت قليل، ما فيش حد عدى، هو الاثنين محترفين، هم اعلى تايم هتلاقيهم واخدينهم حاجه و20. تومسون خد 22 دقيقه 22 دقيقه، وفكوادي هتلاقيه واخد 25 دقيقه او 23. الاحصائيات اهي. لا اللي يمكن اللي لعب اكتر، تصدق مش فكوادي، تصدق مين اللي لعب تاني اكتر واحد بعد تومسون؟ كان احمد حمدي يعني وبعديه عمر عزب، وتكلم في 21 20 بالظبط. فدي واضح ان كان ساعتها الكوتش مستر اجوستي او المدير الفني كان مركز ان محدش ياخد اكتر من كده. في الماتشين التانيين يا كابتن هيثم هتلاقي فكوادي وتومسون هم واخدين اكبر تايم بيلعبوا بيه. يعني لو شفنا فكوادي في المباراه دي خد ايه؟ فكوادي رقم 17 خد 22 دقيقه. لا تومسون، مايكل تومسون واخد 14، يعني اسف اللي خد 22 دقيقه ماتش الشعب فكوادي 22 دقيقه، تومسون اللي خد 14 دقيقه. هو الماتش بتاع الشعب ده كان ماتش مريح شويه، وواضح ان
المدير الفني هنا اشرك يعني حتى احمد حمدي كان جاي من اصابه فواضح ان هو بيجهزه في ماتشات زي دي واداله تايم كبير وكمان مدي لعمر عزب كان عمر عزب اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي فكان عايزه ايه يخش اداله 20 دقيقه تقريبا 21 دقيقه في المرمى عمر عزب طبعا من اللعيبه الكويسه عمر من اللعيبه المميزه ولعيب منتخب مصر وكان في البطوله العربيه الافريقيه اللي فاتت كان لعيب ما شاء الله ماشي كويس قوي معاهم وانا شايف ان هو ان شاء الله باذن الله هيفرق مع فرقتنا السنه دي لان احنا محتاجين يعني دم جديد بقى محتاجين سن صغير الموضوع ده بقى مهم جدا صحيح يعني. طب وخلي بالك ارقامه مش بعيده عن تومسون يمكن تومسون النهارده بارقامه عدى شويه عشان كان متوفى بس بعد الثلاث ماتشات الاولين عمر عزب كان هو تومسون في الثلاث ماتشات اللي فاتوا يا كابتن هيثم سكوره قليل بس الاسيست بتاعه عالي هو بيلعب الفرقه كتير صحيح. بس احنا بقى عايزين لا احنا عايزين محترف زي ماتش النهارده لا انا عايزين 3 4 3 بوينت عايزين دشر عايزين اسيست المحترف بتاعنا ده اللي بيفرق هو البطوله العربيه دي اللي هيفرق فيها المحترفين بتوع الفرق صح. يعني احنا عندنا نجوم وعندنا لعيبه كويسه جدا جدا شفنا النهارده بيروت كده بالظبط من لعب الاثنين الاجانب الاثنين الاجانب حضرتك في الاستراحه بنتفرج على الماتش بتقول احنا لو وقفنا الاجانب الماتش خلاص هيبقى ايزي لان اللبنانيين يعني المستوى الفني بتاعهم قليل فعلا ولما ضغطنا يعني انت تقريبا كان المدرب سبعه كان المدير الفني لما ضغطنا على الاثنين المحترفين الموضوع بقى سهل طب يمكن يا كابتن سر اختيار مستر اجوستي لتومسون هي دي نقطه انه بيعمل اسيست لفرقته بيلعب فرقته يعني ممكن دي تبقى من الحاجات اللي قيمها لان مستر اجوستي انت عارف زي ما بيقولوا بيقع واقف الاجانب فهل ده كان يعني بان ليه هو اختاره واضح ان تومسون يعني مش من اللعيبه الهدافه اللي هو كل ماتش بيحط 30 بونت ومن المحترفين اللي هو لا واضح ان هو لعيب اسيست ولعيب فدي ممكن يكون فعلا اختيار مدير فني ان انا محتاج حد يلعب النجوم اللي معايا ما هو خلي بالك ما هو الناس اللي معاه هدافه فهتبقى في مشكله ده هداف وده هداف وده هداف هتبقى في مشكله صحيح. نفسيه ان كل واحد عايز يلعب يوزع اللعب ما بينهم وازاي يوزع التايم ما بينهم بالظبط فده رؤيه لمدير فني ان انا محتاج الاعب الناس اللي معايا اللي بيعرف يجيبوا باسكت خلي بالك ماتش برده احنا لسه موقفين على ماتش الشعب شعب حضرموت ايهاب امين خد له 18 دقيقه بس وحاطط 17 بوند بالظبط يعني شفت مدي لهاب امين ايهاب امين كان بيفضل مرمي ل 40 دقيقه دي حقيقه النهارده بنشوف ايهاب امين بيلعب وبيطلع هداف كمان بالظبط يعني دي المعادله الصعبه دي ما هو ده المهم ان انا التايم بتاعي يبقى في الاكتيف بتاعي ان انا على قد التايم فعلا بدي المدرب مثلا الافريج بتاعي انا بدي كل ماتش مثلا 15 بونت انا نزلت شوط نزلت 3 اشواط انا هدي لك ال 15 بونت صحيح يعني طبعا مع دي الصعوبه وعلى فكره يا كابتن انا برده هحط حضرتك معانا مباراه الاتحاد السكندري والوكره انتهى الكوارتر الثالث بتقدم الوكره 51-49 شكل المباراه رايحه كده ايكوال فرقتين كويسين جدا وعلى فكره فرقه الوكره دي فرقه كويسه جدا وفيها محترفين كويسين قوي ومجنسين ناس وفرقه خدت البطوله العربيه قبل كده يعني فرقه طلعت على المنصه فعارفه معنا بدري عملوا ماتشات وديها بالظبط فرقه عارفه يعني ايه معنى بطوله عربيه وجايه جاهزه للكلام ده طيب كابتن خلينا برده في ماتش الشعب حضرموت يمكن الافشنسي برده عايزك تفهم الساده المشاهدين يعني ايه الافشنسي يعني وده رقم مهم جدا لكل الناس الفنيه انا عندي بس على الموبايل لا افيشنسي كافيشنسي يعني ايه يعني الفعاليه مثلا هل الفعاليه دي بتقيم يعني الناس عايزه تعرف بتقيم ايه بتقيم بالسكور اللي انت جايبه بكل الحاجات الحلوه اللي انت عملتها والحاجات الوحشه هي بص هي بتقيم بانت شوت كام 3 بوينت وجبت منها قد ايه شوت بثلاثه نسبتك في التو بوينت في الريباوند في الاسيست كل الكلام ده بيتجمع بيطلع انت فعالياتك في الجيم كانت ايه وبيطرح منه التيرن اوفر اللي انت عملته مثلا طبعا طبعا يعني والفاولات اللي انت عملتها والفاولات بتطلع في الاخر نسبتك مثلا 70% يبقى انت كده النسبه عاليه جدا 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 ان انت كنت مشارك بتاعك في الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات يبقى الافيشنسي بتاعك حاجه طيب. كويسه كلاعب يعني انا هقول لحضرتك في ماتش شعب حضرموت اعلى افيشنسي 23 فكوادي اعلى افيشنسي 23 فكوادي فكوادي طيب هل يعني حضرتك شايف ان فكوادي فاجئك انا بصراحه فكوادي فاجئني في البطوله دي وفاجئني في ماتش النهارده اكتر لا ده من اول ماتش والله يعني انا هو في الماتشات الثانيه السكاوتنج بتاعه خلي بالك ضعيفه ضعيف آه لا يعني بس, بس بس هو هنا في ماتش 23 افيشنسي هو اللي معليه ماتش النهارده لا ده ماتش شعب حضرموت بس بتتكلم على شعب حضرموت بس احنا هنمسك ماتش تمام في شعب حضرموت حاطط 11 بونت مش الهداف بس الافيشنسي بتاعته على افيشنسي 23 عشان الريباوند اللي جابه والستيل اللي عمله ما هي بتتحسب ازاي يا كابتن هيثم انا شوت 3 جبت 3 بيبقى 100% شوت 3 جبت 2 2 بوينت مثلا 75% بتتحسب 75% فانت لما تيجي تجمع ده تلاقي الافيشنسي بتاعك عالي هو الافيشنسي يعني بتاعه كان احسن افيشنسي يعني خلينا كده هو بمعنى مبسط للجماهير انا المحاولات بتاعتي كلها تقريبا ناجحه
صحيح. غير مثلا انا بخش مثلا في 5 ريباوند لميت منهم واحد، في دخلت شوت 3 3 بوينت جبت منها واحد او ما جبتش خالص. صح، هي بتتحسب كده. فكده يبقى احنا خلينا فاكرين كده ماتش شعب حضرموت كان اعلى افشنسي كان فكوادي ب 23 واعلى سكورر كان ايهاب امين 17 بونت، بس الافشنسي بتاع ايهاب امين كان 19 كان 19 يعني هتلاقيه عمل محاولات كتير وما جابش او ما جابش ريباوند زي فكوادي بالظبط يعني. فطبعا ايه الدنيا ممكن تبقى هدفك تجيب ريباوند فتلاقي الافشنسي عالي شويه، تجيب الاثنين تبقى عالي جدا. طيب خلينا نروح يا كابتن واخد راي حضرتك في بعض الارقام في الماتش اللي بعده اللي هو ماتش وداد بوفاريك، وده ماتش كان التاهل، كان ماتش مهم جدا واللي خلص بنتيجه 68-49 اللي كانت في الاول كانت فيه برضو يعني في نديه ما بين الفريقين. وعلى فكره فرق الجزائر فرق معروفه، فرق قويه وفرق كويسه، وداد بوفاريك ده ليه تاريخ يعني. صحيح. وكان ماتش مهم وكان رايح جاي الجيم لغايه لما احنا الحمد لله قدرنا نعدي بيه. صحيح. طيب خلينا نروح بقى نشوف مثلا ارقام، نشوف الارقام لا تكذب. اكتر واحد لعب في المباراه دي كان تومسون 25 دقيقه، برضو مش كتير يا كابتن. بس هتلاقيه اكتر من اي حد تاني يعني في الجيم ده. انا لما بصيت على الاحصائيات هتلاقي برضو تومسون وهتلاقي فكوادي. حاجه و20 دقيقه، بقيه اللعيبه 17 12 11. تصدق كلامك صح، يعني عندك قلنا تومسون خد 25 دقيقه، 24 دقيقه فكوادي، عندك كمان بعديه ايهاب امين 22 دقيقه، والباقي كله يا كابتن 14 و13 بالظبط. يعني هو بص المدير الفني واضح ان هو التغييرات عنده مش سريعه، بس بيدي كل واحد حقه في الملعب، لكن في نفس الوقت هو ما بيديش تايم كبير لحد غير المحترفين. يعني ده على مدار الثلاث ماتشات اللي فاتوا هم اعلى وقت موجود في الملعب الاثنين المحترفين مع ايهاب امين، وعشان برضو الاصابات هو عايز يحافظ على اللعيبه، هو عايز يحافظ على اللعيبه. هو ده الصح، ان انا فعلا ما جهدش اللعيبه وياخدوا تايم كبير في الماتشات بحيث ان انا اجي بقى على الدور الاربعه اللعيبه دي وقع مني. هو صحيح. اللي بيعمله ده الصح. طب هقول لك على ارقام تانية وترجمها لي. كان ساعتها في ماتش وداد بوفاريك كان الهداف، كان الهداف رقم اسمه رقم 7 اللي هو، لا احنا معلش انا روحت على احصائيات الفرقه الثانيه. خليني اقول لك الهداف كان عندنا برصيد 14 نقطه كان سيف سمير. سيف سمير انا فعلا شفت الاحصائيات. سيف سمير كان في الجيم ده كان كويس جدا، وهو اعلى سكور في الجيم ده، وهتلاقيه جايب ريباوند كتير، وهتلاقيه حاطط 2 بوينت. انا عايز اقول لك كمان ان هو اعلى افيشنس فاول شوتينج واعلى افيشنس يعني اعلى كفاءه، اعلى كفاءه وفعاليه. بس يا كابتن يعني سيف لسه عنده كتير. سيف لعيب هايل هايل. يعني انا عايز اقول لك ان في سيف في ماتشات بيبقى نازل مركز فيها تلاقيه حاطط له حاجه 20 بوينت. نعم. وفي ماتشات تانية انا ما اعرفش بقى يعني ده عدم تركيز ولا عدم اهتمام بالمباراه، بيحط سكور بس بيبقى مش زي الماتش الاولاني. لا انا محتاج من سيف يعني، والكلام ده انا لما كنت في الجهاز كنت بتكلم فيه معاه، محتاجين يبقى فيه تركيز شويه، محتاجين فيه ثبات مستوى بالذات في الماتش الليالي. الماتش اللي انت عامله كويس يعني، انت عامل ماتش النهارده كويس، الماتش اللي جاي ده مهم. وهو اللعيب الكويس بيتقيم بايه؟ ثبات المستوى. انا حتى لو انا معدل التهديف بتاعي مش عالي انما ثابت، ده لعيب كويس. اي مدير فني يقدر يبني على حساباته بالظبط، وما بقاش قلقان ان انا انزله في اي وقت. لكن هو لعيب عايز يشتغل على نفسه شويه يعني، لانه لعيب مميز في فرقه النادي الاهلي، لعيب طويل ما شاء الله، ولعيب ديفندر، ولعيب بيجيب ريباوند كويس، ولعيب بيعرف يوصل للمربع، بيلعب في مركزين 4 و5 بالظبط. طيب خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا واحصائياتنا عن فريق كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن شريف، مكملين احصائياتنا ومكملين مع مباراه وداد بوفاريك اللي لعبناها في المجموعه. بس قبل ما اروح للاحصائيات اللعيبه، مستر اجوست بوش بيعمل حاجه حلوه قوي تبقى صعبه، عايزه دماغ كمبيوتر يعني، انه يقسم الوقت على اللعيبه. 12 لاعب بيدي لكل لاعب تقريبا وقت زي التاني، بس بيعدي بالمباراه بالمكسب، ودي حاجه صعبه. هي معادله صعبه قوي خلي بالك، وبعدين خصوصا لما بتيجي تعمل الكلام ده في وسط بطوله مهمه وقويه وبتلعب فرق فيها محترفين يقدروا يغيروا الجيم في اي وقت. كون ان هو فعلا بيقسم الوقت على كل اللعيبه دي حاجه كويسه قوي، لان هو لازم يعمل الكلام ده
عشان ما تجيش في الدور الربع النهائي اللعيبه وقع منك يروح منه لعيب او اتنين. بالظبط كده. والحمد لله هو بيعمل الكلام ده كويس. وايه ده كمان اللي بيزيد بقى على الكلام ده، انت دايما في واحد من الناشئين موجود في وسط الخمسه، يعني علاء عمرو علاء زهران او عبد الله ناصر. والجميل كمان ساعات بيبقى في وقت ما فيش اجانب في الملعب، ودي حقيقة. النهارده برضو طلع تومسون في اوقات، هو واضح ان هو يعني بروفيشنال شويه، طلعه في وقت بيريحه على اساس ينزل بيه في مش حتى انت جيت سالتني فين تومسون فين مش عارف ايه، هو برضو سمعك وراح منزله في الكريتيكال تايم. فعلا نزل عمل اسيست وجاب 2 3 بوينت، فرق قوي في الوقت ده مركز. ويمكن هدوءه ده يا كابتن مخليه يعني تركيزه ناتج عن هدوءه، بالرغم ان انت قلت لي حاجه غريبه، قلت لي انه في التمرين مش كده. على فكره هو يعني هم طبعا اللعيبه الصحاب يعني بنيجي نتكلم، فهو لما بيتكلموا هم ما بيبقوش عارفين رد فعله ممكن يبقى يعني ممكن تبقى حاجه مش مستاهله وتلاقيه راح واخد الكره يعني متضايق ويتعصب. يعني هو واضح ان هو مركز في كل حاجه، عايز اللعيبه كويسه قوي. يعني مثلا لما بيجي يشوطه في التمرين، لا هو عايز كل واحد يشوط بجد، يعني تبقى مركز ان انت تشوط، مش واخد الكره طالع مجرد ان انا بشوط، لا هو موضوع جديه ما فيهوش. فهو رد الفعل بتاعه مش مفهوم يعني. ولكن على العكس بقى تماما، تيجي في الجيم الراجل هادي جدا جدا، بيقرا الملعب، وده مطلوب على فكره. مهما مين غلط ما بيتعصبش. لا 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 يعني انا النهارده انا حاجه بسطاني قوي، عمرو زهران النهارده كذا بنتريشن وبيجلي، الطبيعي ان انت هتعمل ايه؟ ولد صغير وفي ماتش مهم والجيم قريب قوي من بعض، سابه في الملعب. وعلى فكره والغريبه انه سحبه ورجعه تاني مش بعد دي، يعني سابه شويه في الملعب. بالظبط، يعني نزل عمر عزم، وعمر عزم ما شاء الله برده نزل في الوقت ده عمل 2 اسيست كويس قوي، خد اوفيس في بان كويس. بالظبط. وراح رادد عمرو تاني، هو عمرو مميز، عنده ديفنس كويس، والولد بيخش في كل كوره، فدي حاجه كويسه. طب خلينا نكمل جداد بفريق عشان نخلص كل الاحصائيات اللي معانا. يمكن يا كابتن الوقت اللي مع جداد بفريق اكتر لاعب خد وقت كان تومسون، يمكن هو تعمد انه ياخد بتومسون الوقت تدريجي. شفنا الاول بيشارك 19 20 25 ليه؟ لانه الولد كان عنده اصابه، ويمكن دي اول بطوله لعبها بعد اصابته. هو جه الاول كان في الاوف سيزون وبعد كده اتمرن شويه واتصاب، فشايف دي مقصوده انه يخش بتومسون يعني بالوقت ده؟ بص انا اعتقد طبعا هي مقصوده، وهتبقى على فكره مقصوده لكل اللعيبه مش لتومسون بس. يعني احنا الحمد لله القرعه ساعدتنا ان احنا المجموعه بتاعتنا يعني هنقول مستوى متوسط، وخدنا المباريات دي تدريجي تدريجي بحيث ان انا ااهل كل اللعيبه دي على عشان النهارده شفنا المنظر اللي شفناه النهارده. بالظبط. فاعتقد يعني ان هو عامل ده قاصد، ان هو بيعمل ده كله مع اللعيبه. هتلاقي كل اللعيبه، انا لما بصيت على السكاوتنج بتاعها فعلا اللي لعب 7 دقائق الماتش اللي بعديه 8، لغايه لما مثلا عمرو الجندي وصل كان بيلعب 7 دقائق، وبعد كده اللي وصل 14، وفي ماتش وصل 18 دقيقه، هو واصل تدريجي. عمرو الجندي طبعا يعني احنا محتاجين منه اكتر من كده، هو لسه لغايه دلوقتي ما ظهرش بالمستوى اللي احنا نعرفه عن عمرو الجندي. تمام. طب بص يا كابتن، في ماتش وداد بوفريك عشان دي هتبقى اخر حاجه، يمكن اكتر لاعب لعب تومسون، بعديه لعب فكوادي، وبعد كده لعب ايهاب امين، دول اكتر ثلاثه لعبوا، والباقي كله 14 15 15ات. يمكن قلنا زي ما قلت اعلى افشنسي كان قلناها قبل الفاصل، كان معانا سيف سمير، ودي كانت حاجه كويسه، مش الاجانب. يلي على طول 13 افشنسي اللي هو ايهاب امين. خلاص هنروح بعد كده يا كابتن على ماتش الفتح السعودي. وماتش الفتح السعودي ده كان مباراه مهمه، لان كان معاهم محترف كويس قوي. يعني كان معاهم محترف هايل. انا شفت فعلا الماتش، محترف كان مؤثر قوي على نتيجه المباراه، وكان مؤثر مع فرقته قوي، لعيب مؤثر. وللاسف احنا يعني برضو كانت فينس تعرف حط كام بونت يا كابتن؟ ما عرفناش نمسكه كويس، اللي هو هاريس. عارف حط كام بونت؟ 28 بونت. ما انا بقول لك احنا يعني هو لعيب عالي وما عرفناش نمسكه كويس في الجيم ده. ولامونت اللاعب الثاني حط 25 بونت، يعني الاثنين اجانب في ماتش الفتح نص السكور، 52 نقطه او 53 نقطه من 77 بونت. بالظبط. وده كلام حضرتك بتقوله يعني ده بياكد كلامك ان الاجانب هم هيأثروا يعني بنسبه هنقول 75% من نتيجه اي مباراه الاجانب. الاجانب يعني حتى في ماتش الاتحاد واللي احنا لسه بنتكلم فيه، الاتحاد والوكره، الاجانب هم اللي هيفرقوا، وهتلاقي فارقين جدا جدا مع فرقه الوكره قطر. طيب خلينا نتكلم يا كابتن عن احصائياتنا واحصائيات الفرقه في مباراه الفتح. هنقول مثلا اعلى بوينتس كان او سكور كان حاطط 13 بونت ايهاب امين. كان ايهاب امين. بالظبط كده، ايهاب امين ماتشين من ثلاثه كان هو السكورر. بالظبط. يعني هو واضح ان ايهاب امين المستوى بتاعه ثابت، هو كل جيم حاطط له 13 بونت 15 بونت، ممكن جيم زي النهارده يزيد شويه. اعتقد النهارده حط 18 بونت يا كابتن، هنجيب التفاصيل ده معانا يعني كل حاجه. اعتقد حاطط سكور النهارده كبير. خلي بالك يا كابتن، حاطط 13 بونت ولعب 17 دقيقه بس. يعني هو المستوى بتاعه ثابت ما شاء الله. يعني حتى في الماتش ده لو هنيجي نتكلم اللي بعديه مين، هنلاقي تومسون
صح. تومسون حاطط 11 بوينت في في الجيم ده. يعني طبعا يعني احنا الحمد لله ان احنا اللعيبه المصريين عندنا لعيبه هدافه ومشرفه. يعني سيف سمير في حين الفرقه الثانيه زي حضرتك قلت الاجانب, الاعتماد على الاجانب. الاجانب يعني احنا ماتش النهارده لو حضرتك شفت زي ما انت قلت كده في الاستراحه ان اللبنانيين فعلا المستوى الفني قليل, احنا لو قفلنا على الاجانب كويس الماتش هيبقى ايزي, وده اللي حصل لما قفلنا الماتش. الاهلي ما عندوش المشكله دي, الاهلي اللعيبه المصريين هدافين كمان. بالظبط, ويمكن عشان كده برضو الكلام جابنا ان المدير الفني كان اختياره ان ممكن ما اجيبش لعيب هداف, لعيب كل جيم يحط لي 25 بونت زي اللعيبه بتاع الفتح السعودي او او 30 بونت. لا انا ممكن اجيب لعيب عنده سريع, وخلي بالك هو واضح ان هو هداف. يعني النهارده شط حوالي 5 3 بوينت, جاب منهم 4 او 3, يعني صحيح. واضح ان نسبته عاليه, لكن هو بيميل ان هو يلاعب الفرقه اللي معاه. تمام. طب او يكون جوه السيستم. طب يا كابتن احنا دلوقتي خلاص رحنا على اعلى سكور ايهاب امين وبعد كده تومسون, مين اكتر واحد لعب عند حضرتك معلومه؟ احنا لو هنيجي بقى للتايم عندنا عمرو الجندي, عمرو الجندي 24 دقيقه. عمرو الجندي برافو صح, تقريبا 24 دقيقه ونص. عمرو الجندي بالظبط في الماتش ده اداله اكتر عشان يجيب نفسه, اداله وقت, واحنا محتاجين فعلا ماتشات لعمرو الجندي ياخد وقت اكتر عشان يرجع, لان احنا هو عنده اكتر من كده بكتير. عمرو ما شاء الله من اللعيبه المؤثره والمنتخب كمان, وبتغير نتائج مباريات, وكنا شايفين ده في الدوري المصري. يعني مين تاني بقى خد في المباراه دي؟ اللي خد تاني اللي بعديه تومسون برضو, هو مديله التايم بتاعه بتاع كل جيم 20 دقيقه 21 دقيقه. اللي بعديه فكوادي برضو واخد 20 دقيقه. تمام. هتيجي بقى اللي يليه سيف سمير واخد 19 دقيقه. هو محافظ على لعيبه معينه بياخدوا تايم معين, بس ما حدش بيلعب 30 40 دقيقه. يعني صحيح. احنا واخدين ان المحترف ده بينزل الملعب لغايه لما بص يعني بيجيب صحيح. بيجيب زيت ما بيقدرش يكمل الاولى بالباسكت, بيجيب زيت خلاص مش 30 دقيقه 40 دقيقه وهتكمل ومش غريبة. هنا بيديله 20 دقيقه بس, هو 20 دقيقه وبيحافظ عليهم زي ما حضرتك قلت. برافو عليك يا كابتن, ملاحظه مهمه جدا. وخلي بالك اعلى افشنسي بالرغم انه لعب 20 دقيقه بس كان تومسون 14. دي حقيقه, دي حقيقه. يعني دي هو عنده ثبات مستوى في الاسيست, في في الثري بوينت, في التو بوينت, فهو واضح انه اللعيب ما شاء الله. مع الوقت انا اعتقد ان كمان في الادوار النهائيه تومسون ده هيفرق معنا جدا جدا. يعني طب هنقول مثلا من بعض الملاحظات المهمه انه عمر طارق في الماتش ده خد 12 دقيقه بس. يعني اداله 12 دقيقه مش كتير في الوقت اللي كنا بنشوف عمر طارق زمان بيلعب بال 30 دقيقه. انا عايز اقول لحضرتك ان في الثلاث ماتشات اللي فاتوا عمر طارق مش واخد تايم كبير. يعني برضو يمكن عشان اول ماتش كان مصاب ما لعبوش. بالظبط. وده الرينج بتاعه اللي بياخده 12 دقيقه 13 دقيقه. هو لغايه دلوقتي عمر طارق برضو ما وصلش ان هو ياخد 20 دقيقه او حاجه 20 دقيقه. يعني خلاصه الاحصائيات بتاعت الفتح انه طبعا ما زال على نفس السياسه كابتن او مستر اجوستي بوتش, توزيع الوقت على اللعيبه كلها واعطاء الثقه للشباب والاعتماد في الاوقات المهمه على اللعيبه الخبره. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين, هنرجع مجهزين احصائيه كامله لكل اللاعبين في الثلاث مباريات, لعبوا قد ايه, حطوا قد ايه, هنقولها لكم سريعا, وهنروح لاحصاءات مباراه النهارده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد, مكملين احصاءاتنا وارقامنا عن فريق كره السله في مشواره في البطوله العربيه. كابتن يمكن جهزنا احصائيه لكل اللاعبين في الثلاث مباريات. تمام. احنا هناخد المباريات النهارده لوحدها, بس الثلاث مباريات هناخد ابرز الاحصاءات. فلو اتكلمنا يا كابتن يمكن هسال حضرتك وقول لي مين اكتر لاعب لعب في الثلاث مباريات. احنا هنتكلم على اكتر لاعب لعب قدامنا في الاحصائيات دي الثلاث ماتشات. هو تومسون صح؟ تومسون. ايهاب امين. فكوادي. ايهاب امين يا كابتن. امين 65 صح, الله ينور عليك. 65 ايهاب امين ده اعلى واحد او اعلى لعيب لعب في ثلاث مباريات. لو خدنا متوسط هتلاقي حوالي 21 دقيقة. هو لعب 65 دقيقة و40 ثانية بالظبط. ممتاز. مين اللي وراك؟ يجي بعديه فكوادي ده 63 دقيقة. تمام. تمام. يليهم على طول تومسون, هو واضح ان اعتماد المدير الفني على الثلاث لعيبه دول, بس الفروق مش كبيره. يعني هتلاقي يعني هم في الستينات بعدين في ناس في تومسون واخد 60 دقيقه. يعني اللي باقي خلي بالك الوقت متوزع. يعني لو هنيجي نبص ان عمرو زهران واخد 46 دقيقه في ثلاث ماتشات. سيف سمير واخد 53 دقيقه. مش بعيد. عزب 57 دقيقه. مش بعيده, بس يعني اكتر لعيبه اللي حضرتك, لكن اكتر دول اكتر ثلاث لعيبه شاركوا في المباريات. طب الهدافين يا كابتن؟ احنا هنقول اعلى سكور هم ثلاث لعيبه, يعني ناخدهم كده بالترتيب. اول واحد ايهاب امين وده حاطط 40 بوينت في الثلاث مباريات. يليه تومسون حاطط 28 بوينت. وطبعا بقى المفاجاه بالنسبه لي وانا ببص على السكاوتنج كده كان احمد حمدي. ك
كام؟ احمد حمدي ما شاء الله حاطط 28 بوينت زيه زي تومسون الاجنبي. لا وخلي بالك يعني احمد حمدي حاطط 28 بوينت. احنا لما هنيجي نبص كمان على التايم بتاعه في الثلاث ماتشات التايم بتاعه مش كبير، لعب 52 دقيقه يعني بالنسبه للعيبه الثانيه يعني الثانيين ستينات و65 وكلام يعني. احمد حمدي زي تومسون ثاني هداف ثالث او متساوي ولا اثنين متساويين متساوي مع تومسون 28 بوينت طبعا يعني انا كنت متخيل ان انا هلاقي عمرو الجندي يخش في الهدافين. طب ده تفسره بايه يا كابتن؟ يعني اعتقد ان المدير الفني بيجهز احمد حمدي نجح يوظفه ان اولا احمد حمدي اعتقد ان هو ما ظهرش في الدوري الموسم اللي فات. طب خلينا بسرعه عشان فاضل لنا وقت بسيط يعني طبعا. يمكن ده خلاص اتكلمنا كده على اللي هو طبعا. طيب نخش على الثلاث على الفيلد جول طبعا. او اللي هو اعلى سكور. لا مش اعلى سكور، اعلى نسبه يعني. انت حطيت شوت على الباسكت كام شوطه وجبت قد ايه اللي هو الفيلد جول؟ احنا الفيلد جول ده يعني ده مين اعلى واحد في الفيلد جول؟ هو اعلى واحد هم متقسمين برضو لثلاثه. اعلى واحد عمر طارق بنسبه 71%. ده طبيعي لانه بيلعب تحت حد يعني بالظبط يعني. عمر طارق هتلاقيه ما بيشوتش 3 بوينت، ما بيشوتش حتى ميديوم شوت ال 2 بوينت، لكن هو معظم الكور اللي بتجيله سواء فاول شوتنج او تحت الباسكت، فتلاقي دايما النسبه بتاعته عاليه في التمن. مين بعديه؟ اللي بعديه هتلاقي تومسون. يعني هو واضح ان تومسون مشترك في كل الاحصائيات الكويسه. تومسون 69%، سيف سمير يليه 68%، ده حاجه كويسه جدا يعني برضو يعني سيف سمير طبعا الاحصائيات هنا مدياله في 3 بونت 100%. هو شاط واحده جابها يعني هنيجي نتكلم مثلا على 3 بونت، يعني 3 بونت اللي احنا اعلى نسبه فعلا هو تومسون. طب كابتن على فكره الاتحاد في قبل النهائي لملاقات الاهلي بنتيجه 76-67، الف مبروك لنادي الاتحاد السكندري. اذا قبل نهائي مصري الاهلي والاتحاد يوم الجمعه القادم، وتابعوا المواعيد لان ممكن تتغير عشان مباراه مصر ان شاء الله. طب خلينا نكمل اخبارنا يا كابتن. تمام دلوقتي او احصائياتنا. طب نخش خلصنا الفيلد جول. طب الثلاثة بونت مين اعلى نسبه كابتن؟ تومسون برضه هو ايه مشترك في كل حاجه يعني. تومسون انا عايز اقول لك ان هو شايط 12 جايب 7. نسبه جامده جدا، نسبه كويسه جدا يعني هنقول 58%. يعني تومسون نسبته في 3 بوينت هجيب انا قدام الاحصاءات اهي 58% دي برضو نسبه عاليه جدا. نسبة في الام بي ما بيعملوهاش بالظبط يعني. طبعا هو سيف سمير هنا واخد 100% بس لا. لما نيجي نبص هو شاط قد ايه، هو شاط واحده جاب واحده. طب كابتن خلينا يعني ده الاحصاءات اللي كانت قبل المباراه، خلينا نروح لمباراه النهارده اللي هو بقى طبعا اغلب الساده المشاهدين عايزين يشوفوا ايه اللي حصل، نشوف مين هداف النهارده طبعا عشان تبقى ختامها مسك باذن الله مع بيروت البيروت. هنشوف النهارده في دقيقتين سريعا كده يا كابتن، يعني هقول لحضرتك مثلا وحضرتك الهداف النهارده في المباراه كان رصيد 17 نقطه في النادي الاهلي كان تومسون زي ما توقعتك. تومسون يعني جايب 17 بوينت 17 نقطه وراه فكوادي 14 نقطه. يعني برضو احنا متفقين على نفس الكلام اللي قلناه ان المحترفين كانوا مؤثرين جدا بس جدا، بس مش زي التانيين، مش زي الفرقه الثانيه. بس معنا اعلى سكور موجود عندك في الفرقه صحيح. طب عمر طارق يا كابتن بقى المفاجاه ما حسيتش بيهم، حط 14 بونت النهارده عمر طارق ما حسيتش بيهم. هو عمر طارق هادي عامه بره الملعب وجوه الملعب فما تحسش بيهم يعني ما حسيتش بيهم ال 14 بونت. وراهم بقى رابع واحد كان ايهاب امين 13 بوينت. تمام 13 بوينت دول الاربعه. بص يا كابتن دول الاربعه اللي تحملوا عبء المباراه تقريبا، فكوادي وتومسون وهاب امين وعمر طارق. حلو هنخش بقى على عمرو علاء زهران اللي انت بتشيد بيه 8 بونت. حلو كويس جدا يعني. لا يعني هو على فكره هو مش 8 بونت بس، انا ما بحسبش السكور اللي جابه، لا انا شايفه دخل في كام ريباوند النهارده، عمل له مثلا بتاع 4 5 ريباوند في ستيل في الفاست بريك في اسيست. صحيح يعني ما شاء الله يعني اعلى افشنسي النهارده كابتن فكوادي. اكتر لاعب مؤثر في المباراه النهارده كان فكوادي. لا هو كان واضح من فعلا على فكره فرق قوي نزوله في الريباوند اللي في الاخر. طب هقول لك في اثنين لعيبه النهارده ما لعبوش، في محمد ابو النصر وفي عبد الله ناصر. انا مش عارف محمد ابو النصر هو بيريحه ولا في اصابه لا قدر الله. محمد ابو النصر من اللعيبه المحترمه اللي عندها روح وعندها عزيمه النهارده بيريحه ويقدر يمسك اي محترف يعني. صحيح حتى انت في المباراه قلت لي ممكن ينزل. طب عبد الله ناصر برده ما شاركش النهارده، يعني هو لعب النهارده ب 10 لاعبين من اصل 12 بالظبط. طيب دي كانت ابرز الاحصاءات كابتن شريف، الوقت عدى طبعا منورتيني وشرفتيني، بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف. حبيبي انا اللي بشكرك ومبسوط جدا ان انا كنت معاك، وحلقه جميله وان شاء الله كده تعجب الناس والجماهير.
كابتن شريف، حضرتك اضفت الحلقه كتير فنيا، قامه كبيره في كره السله. بشكرك، نورتينا وشرفتينا اعزائي المشاهدين. ده كان لقائنا النهارده مع كابتن شريف علي، اتكلمنا عن تاريخه واتكلمنا عن الفنيات من رؤيه يعني احد اعضاء الجهاز سابقا، شاف بشكل تاني، شاف الدنيا، شاف التغييرات. كان النهارده عرضنا لحضراتكم كل الارقام، وعندنا لو عندنا ساعه ونص كمان نقدر نكلمكم على الارقام ونحلل معاكم ارقام الفريق. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا في حلقه قادمه من الابطال.